ارخص واحد اللي جبت عنده ريال، سبحان الله العظيم، قسما بالله شحال هذا الثمن ديالو؟ شهاده الله سبحانه وتعالى. اخي دابا عند 230 240 ولا مخيري، مازال الناس ما كتشريش. كاين اللي كيشري كاين اللي كيبيع، واش الناس كيخافوا ولا شنو؟ كل واحد كيعطي الجهد ديالو. انت شحال دابا بعت اليوم؟ انا بعت اليوم ياك، فوقاش جيتي اليوم ولا البارح؟ لا البارح. البارح سبحان الله العظيم. حوالي شحال كيسوى هنا عندك؟ حوالي 240. تبارك الله. هذا شحال هذا الخير؟ هذا 220 200. هذا شحال؟ هذاك 230. 230 محمد الفلاح. نعم. تعال اللهم بارك. انتم اخوتي شوف تبارك الله الخير. 2300 درهم، 2300 درهم الحوالي مخير، اقسم بالله الا واعر. انا واخيرا اليوم ما اشري اخوتي. شحال اخر ثمن هذا؟ هذاك هو حساب اخر ثمن. خير موجود اخي محمد. شنو مدينه؟ خنيفرة. خنيفرة تبارك الله، يعني الناس خنيفرة الحمد لله كيمتعونا في الخير. الحمد لله. إذا ما كانتش خنيفرة واقيلا ما نعيدوش. ونقول لك الصراحة الحمد لله، يعني خنيفرة بلاد الخير. دائما الناس اللي كيجيو للسوق ديال مدينة طنجة بالضبط تقريبا كلهم خنيفرة. كلهم خنيفرة تبارك الله. ماشي تقريبا، راه كلهم. كلهم. أغلبية ديالهم. قليل اللي كيبني ملال ولا. السوق شوية ولا. واش الحولي يعني دخل موجود الحولي هذا العام؟ ساعة موجود بخير. ولكن شفت السوق ما عامرش بزاف، يعني شفت البلايص العام اللي داز كانوا عامرين في الساعة. عامرين هي هذا العام شوية ما عامرش بزاف. ومزيان هذاك. لا عجبني كذب عليك. بيني وبينك شنو كياكلوا؟ الشعير والنخالة. الشعير والنخالة. دابا ولكن العام اللي داز أنا ديته بحال هذا أقل شوية، شي 1750 درهم أخي. هو هذا العام دابا هذا الخير هذا شحال هذا؟ هذاك 240 250. تبارك الله الخير موجود. يعني على حسب اللي اكتشفت مشاهدينا الكرام، على حسب ما اكتشفت هنا في السوق في اليوم الخامس، اليوم خمس ايام ياك، يعني شحال باش ما عندك غادي تقدى. الخير موجود. عندك 2000 درهم غتشري بها الحولي، عندك 800 درهم غتاخذ بها الحولي، عندك 1000 درهم، عندك 1500 درهم، عندك 3000 درهم، على قد جيبك. ماشي يكون مثلا الانسان تجيبو 1500 درهم ويمشي للحولي 3000 درهم، فهذا ما يمكنش، ماشي معقول. راه الله يحسن العون. هاد الناس هادو مساكن عندهم مصاريف، حتى هما عندهم معاناه، كيعانيو في التربيه ديال الاغنام. كاين اللي كيموت ليهم، كاين اللي كيمرض ليهم، الطريق مساكن شحال ضاربين ديال الطريق، وعام ولا عامين وهما كيعلفوا في هاد الاكباش هادو، وفي الاخر مثلا كيجي يبيع لك الحولي ب 1500 درهم ولا 2000 درهم. راه الله يحسن العون. بغينا تقولنا يعني المعاناه، انتم مثلا تكسب ياك، قلنا المعاناه ديالكم مع تربيه الاغنام. المعاناه هذا العام العلف غالي. اها. ترونسبور غالي، كلشي زادوا فيه. مثلا حتى شي نهار لا قدر الله مثلا توفى لك الحولي او جوج. كيتوفى. ياك. اها. شحال من مره توفى لك الحولي؟ توفى لي تقريبا شي 4 ولا 5 هذا العام. اه. لابد ولابد كتكون الخساره ولابد. دابا يعني إذا توفى لك مثلا حولي ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، يعني كتكون الخسارة. ولا بد. كتأثر بها طبعا. ولا بد. يعني كتكون كترعاهم مثلا أنت والوليدات ومالين الدار، يعني كاملين. كلشي كيخدم هادشي. كلشي كيخدم. ويعني خصك تجيبهم لهنا ومسافة. نعم. ممكن تمر شوية ولكن الإنسان يصبر وصافي. داكشي اللي كاين يصبر. لأن علاش كنشوفوا الإنسان كيجي بكل بساطة. لما كيوصل السنه، يعني كيوصل مثلا العيد كيقول لك واه العيد غالي، واه كيغليو علينا، ولكن ما عارفينش المعاناه ديال الفلاح او ديال الكساب. ديال الكساب. والدوله كتعاونكم شويه ولا ما كتعاونكمش في العلف؟ نحاول غير في هذاك الدعم ديال الشعير شويه. الدعم ديال الشعير؟ الشعير. بحال اش الدعم هذا؟ واش كتعاونكم الفلوس ولا كيعطيكم الشعير؟ لا لا كيعطوك الشعير بجوج دراهم للكيلو. بجوج دراهم للكيلو؟ شحال كيعمل عاده نورمال الثمن العادي؟ الله يعني ربما يكون 4 دراهم ولا 5 دراهم. كثر يكون كثر 6 دراهم ولا 7. الحمد لله، يعني هذه بادره حسنه ما. ولكن عاوتاني الخلا والبال وسميتو غالي. الخلا على حسب ما سمعت كدير ما بين 270 درهم حتى 350 درهم. ياك. 100 كيلو مثلا شحال توكل لك من واحد؟ هذاك الشيء ما كنحسبش. ما كتحسبش. مثلا لنفرض عندك 100 حولي، شحال غادي ياكل لك في العام؟ المصاريف ديالو، الثمره ديالو، كل شيء. عاوتاني. ها؟ دير تقريبا مثلا. ما نقدرش نقول. ايوا لا اله الا الله. ما نقدرش. وشكرا بزاف. شكرا. وعيدك مبارك سعيد. نرجعوا عندك ان شاء الله مره اخرى ونجبروا صحتي كل شيء. ان شاء الله. الله يحفظك بارك الله فيك. الصراحه الله هذا السيد اللي كنت معاه دابا حكى لي القصه ديالو مع الحولي، كيفاش كيربي الحولي والعائله ديالو، يعني الاهل ديالو المراه
الوليدات كلهم يعني كيربيو الحواله، وكاين اللي كيموتلو. هاد العام ماتلو 4 الحواله، العلف غالي، النخاله حتى هي غاليه، ترونسبور غالي. الله يحسن العاونين كيفاش كيربيو الحواله، كيفاش كيجيو حتى لطنجه، عندهم يعني مصاريف بزاف. لقيت الحواله عنده رخاصين 2300 درهم، يعني الصراحه الوحيد اللي جبرت عنده رخاص بزاف هنايا في السوق الحراني مدينه طنجه. 2300 درهم الحولي، كاين اللي قال لي 3500، كاين اللي قال لي 2700 درهم. لقيتو عندهم 2300 درهم، يعني يقدر يخليه ب 2200 2100 درهم. اقسم لكم بالله الى الحولي غزال تبارك الله. كاين هذا الشيء فلاح ولا ما كاينش؟ لا كاين صحيح، كاين عنده الرخاء. لا لا عنده راجل كويس. ايوا دابا اليوم احنا ما جيناش عواد نشريو، ولكن باذن الله تعالى ان شاء الله نرجعوا وغنشريو من عنده الحولي باذن الله. صح ولا لا؟ ان شاء الله. وايه؟ ان شاء الله. وشكرا. لا دابا وايه؟ وبعاه.